ويسعد لي اوقاتكم من جديد. راح نبدا الحين نسوي معكم وصفه تنفع الفرزان الرمضان الله يشرفه. راح اسوي معكم رولات الخبز المحشيه، دجاج وبطاطس وجبنه، شيء لذيذ من الاخر وسهل، وزي ما قلت لكم يختصر عليكم وقت كثير برمضان. عندي هنا خبز ابيض مفروض، او اذا بغيتوا بر على حسب ما تبون، بس اهم شيء يكون طازج فريش عشان يكون لين وما يتقطع علي وانا الفه. بطاطس مهروسة، لزوم تلصيق الحشوة، الحشوة انتي بالخيار، تبينها دجاج تبينها تونة اللي تبين. انا هنا مسوية حشوة دجاج مع يعني حمسة دجاج مع بصل وفطر وفلفل ملون وثوم، وهنا لزوم الاجرام جبنة موتزاريلا ولزوم اللذاذة. الحين راح افكك الخبز وحبدأ معكم بالخطوات. شوفوا الخبز هنا، انا قطعت الاطراف اللي من هنا والحين راح افتحها. يلا نفتحها كذا عشان ابي طبقة واحدة نحشيها بشويش كذا. بعد ما فككت الخبز ابدا احط بطاطس مهروسة، افرشها فرش. بعد ما فرشت البطاطس نحط حشوة الدجاج او حشوة التونة، الحشوة اللي انتو تحبونها، وبعدين نحط فوقها خلاص خلاص موزاريلا هالشكل، وزعوها بس، وبعدين بهداوة نلفها رول، بعدين تلفونها بالقصدير زين عشان بندخلها للفريزر تتماسك، وبعدين تتقطع. استفلوها زين. تكون بهالشكل، تدخلونها الفريزر لين تتماسك، بعدين تطلعونها من الفريزر تقطعونها شرايح يعني على شكل رولات، وتغمسونها بيض وبكسومات وتفرزنونها الوقت ما انتم تبون، او ممكن تقلونها على طول بعد ما تكون خلاص جمدت يعني تصلح انها تنقلي. وشفتوا اسهل من كذا؟ ولا أسهل. هذه رولات الخبز بعد ما طلعتها من الفريزر. طبعا قبل لا تبدون تقطعونها خلوها شوي ترتاح ابو نص ساعه عشان تلين عليكم ويسهل تقطيعها، وتقطعونها بهالشكل. بعدين تغمسونها بالبيض تيكون، وبعدين بالبكسومات تصير زي هالشكل، وتقدرون تقلونها بنفس الوقت، او اذا انتم حابين انكم تقلونها بعدين يعني تفرزنونها على راحتكم، وتصفونها بصينية تحطونها بالفريزر، تبوا تقلونها على طول على راحتكم. أنا هنا هذا سويته بالبكسومات الكوري وهذا البكسومات العادي. وبديت أسخن الزيت ونقول بسم الله، بدنا نقلع. بقلب نوعين اللي هو البكسومات الكوري والبكسومات العادي عشان نوريكم الشكل النهائي، والباقي على الفريزر الى اي وقت انا ابغى استخدمه. كذا فكت زنقة، يوم ما مداك تطبخين ما مداك تسوين شيء طلعي من الفريزر، صلى الله وبارك. النار في البداية عالية، بعدين قصري النار عشان ما يحترق عليك، احنا نبي ياخذ لون ذهبي ويتقرمش. شوفوا هذا اللون الذهبي اللي ابيه، شوفون كذا تمام التمام. وهذا شكل رولات الخبز بعد ما قليتها، تصلح للفرزنة وتفك زنقة في رمضان الله يشرفه ويبلغناه ويبارك لنا فيه، وبالعافية.